المتعة فيها ثواب عظيم. لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن، كل كلمة يتكلم إياها إلي حسن. ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسن. فإذا دنا منها، يعني إذا جامعها، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل، شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فقال الإمام عليه السلام: افعل، صلى الله عليكما من زوج. الله يصلي عليه. هذا الثواب المتمتع. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعة يلعنونها. هم سؤال ثالث: هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول: انت هل ممكن تزوج بنتك الى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب بكون نفسك. واضح؟